في مظاهرات يوم 3/30/4، احنا رحنا نصور مظاهرات هناك وكده بتاعت البلاك بلوك اللي هو جلسة البلاك بلوك. المهم رحنا نصور وبتاع وحصل اشتباكات، فجه قبض الأمن المركزي انتشر عشوائي وسحلوا واحد، أنا كنت واقف هناك طبعا مش هجري، هجري واحد صاحبي هجري ليه بس في حوارات. فهم خدوني مسكوني طبعا جوه، اتعرضت للضرب إهانة شتيمة بالأم، يعني كل أنواع التعذيب يعتبر. قالوا إن تعرضنا على النيابة المسائية يوم الثلاث بالظبط اللي هو يوم 30/4، تعرضنا على النيابة المسائية وأمن التحقيق وقالوا إن خلاص هتخرجوا وهتمشوا. بعدين اتنقلنا القسم أول اللي في التجمع الخامس، مضينا فيش تشبيه وبتاع وبرضه قالوا إن هتمشوا. اتفاجئنا إن إحنا خدونا في عربية ترحيلات واتفاجئنا إن إحنا بننزل عند سجن ترعة. بعد كده اتنقلنا لزنزانة اسمها زنزانة جيم، يعني إحنا عشنا يومين كابوس يعتبر. عايز اقول لك الارض نمل صراصير واهانه. طب انا مسجون سياسي، انا اصلا مظلوم، انتوا لسه مش عارفين انا مظلوم ولا لا اصلا، يعني لسه ما كانش في تحقيق ولا اي حاجه، يعني لسه ما اتحكمش عليا باي حاجه. فاتفاجئنا قوي ان انت تعرض تاني يوم الصبح، طلع عيد عمال ومش عارف يوم الاربع كان. فتعرضنا يوم الخميس، اتفاجئنا جوه المحكمه ان الجلسه ما كانتش جلسه تجديديه، كانت جلسه موضوعيه. دي كانت صدمه بالنسبه لينا، بس احنا كنا متاكدين برضو من البراءه. سألنا الناس هنخرج امتى، قالوا لنا بإذن الله انتوا يوم الجمعة بيبقى اجازة فهتخرجوا بإذن الله يوم السبت المدرية. اتفاجئنا واحنا ماشيين قبل ما نسمع الحكم، فاتفاجئنا يوم السبت ان احنا رايحين عند المحكمة، احنا قلنا خلاص احنا ماشيين. اتفاجئنا ان هما بيقولوا لنا بيمضونا على ورق استئناف حكم مدته 5 سنين و6 شهور وغرامة 30,000 جنيه. يعني عايز اقول لك حالات الاغماءات ساعتها والبكاء والصريخ. ودخلنا عربية ترحيلات لوحدنا احنا الستة. انا عايز اقول لحضرتك ان الستة منهم 2 طلبة جامعات في نيو كايرو جنب المحكمة بالظبط، منهم عسكري امن مركزي ودي كانت المصيبة في حد ذاتها، ومنهم موظف شغال في شركة بيتي وواحد كان رايح يجيب هدوم بس. فاحنا الستة بنتعامل معاملة ارهابيين. دخلنا واستنينا الحكم. طبعا القاضي كان محضر، اتوقع كان محضر القرار او اي حاجة، يعني استمع لينا كل حاجة وشاف اشكالنا وشاف مش شكل الناس يعني ده متهمين او اي حاجة بس. فجم اتكلموا محامين، استاذ تامر جمعه واستاذ طاهر النجا، والمحامين كلهم اتكلموا عامه. هو استمع لحوالي 7 بالظبط وبعدين يعني الحمد لله حكم بالبراءه الحمد لله لجميع المتهمين بس. فبعدين روحنا السجن، المفروض ان احنا نطلع، قلنا ان انت هتطلعوا النهارده اهانه برضو، تعذيب في الشمس 4 ساعات. انا مش فاهم ليه لحد دلوقتي، يعني احنا طب احنا خدنا براءه برضو بنتعامل كده وبنتهان، تعذيب في الشمس 4 ساعات ومش عارف، وبنتفرج على نفس المناظر كل مرة، وبيفرجونا ناس وهي بتتضرب، وواحد بيتهان قدام ولاده، هو أب كبير وشكله محترم ويتهان قدام ولاده بالضرب وتعذيب جوه. طلعونا تاني واستنينا لحد يوم الثلاث وودونا على المديرية والحمد لله خرجنا من هناك. يعني طبعا